إسماعيل قاني التقى بالسيد مقتدى الصدر، ويبدو من رسالة السيد مقتدى الصدر بأن اللقاء لم يصل إلى طريق، لأن السيد مقتدى الصدر يبحث عن حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية كما وصفها هو في رسالته. هل تعتقد أن الميليشيات كحالة موجودة في العراق لا زالت تعاني بغض النظر مما سيجري في المفاوضات النووية، أم لك رأي آخر في ذلك؟ حقيقة أعتقد بأن هذه الزيارة كانت رائعة. رأينا مقتدى الصدر يكتب على تويتر لا شرقية ولا غربية، ورأيناه يغرد على تويتر أيضا عن حكومة أغلبية وحكومة وطنية بالأغلبية، وبالتالي فإن الإيرانيين بالتأكيد لا يريدون ذلك، وقد رأينا بأن طبعا مقتدى الصدر لم يلتقي به في بغداد، بل جعله يأتي إلى منزله، ومن ثم رأيناه يلبس الكوفية التقليدية ليثبت وطنيته وعراقيته. ومقتدى الصدر اليوم هو شخصية هامة للغاية، والذي يضع نفسه كشخصية وطنية اليوم. من الواضح بأن الإيرانيين يفضلون شخصا مهتم أقل بالسيادة العراقية، وشخص قابل أو متقبل أكثر للسيطرة الإيرانية أو النفوذ الإيراني على العراق. ومقتدى الصدر لديه رأيه الخاص حول السيادة العراقية وحول الوسطية وحول الفساد وحول الجرائم والتجريم، وأعتقد بأن ذلك لن يفيد الحشد الشعبي كثيرا، حيث أن القوات المدعومة من إيران لم تجري انتخابات ناجحة ولم يفهموا النظام الانتخابي الجديد، وهناك قوات في السياسة أو قوى في السياسة العراقية والذين لن يسمحوا لهذه الميليشيات بالهجوم على الديمقراطية، ولن يسمحوا لها بالهجوم على العراقيين الأفراد الذين يتظاهرون سلميا وسوف يعرضونهم للمساءلة. وبالتالي أعتقد بأن هذه الميليشيات، وما رأيناه بأن هذه الميليشيات لن تغادر، وقد حاولوا قبل عدة أشهر أن يغتالوا مصطفى الكاظمي، ولكننا نرى بأن الحكومة العراقية وأن المشرع العراقي يبدو بأنه يركز على سيادة القانون، ولن يسمح بها لهؤلاء الخارجين عن القانون أن يفرضوا سيطرتهم على العراق، بل لنسمح لصندوق الاقتراع والديمقراطية وحقوق الإنسان أن تحكم، وهذه هي الأمور التي تهم العراقيين. أنا حقيقة متفائل بأن الحكومة العراقية سوف تستطيع أن تسيطر على هذه المشكلة، لأنها مشكلة كبيرة، وأعتقد بأن الإيرانيين بدأوا يفهمون بأنهم لا يستطيعون أن يجبروا السياسيين العراقيين والعراق والشعب العراقي، ولا يستطيعون أن ينتهكوا سيادتهم كما فعلوا في الماضي، وأنهم سوف يضطرون للتعامل مع النظام السياسي العراقي وأن يتعاملوا مع نتائج الانتخابات في العراق، وهذا شيء إيجابي من وجهة نظري.